على الانتخابات. هذا التصور الأمريكي يرى أيضا التركيز على قرار الناخب بدل مواصفات المترشحين، أي ترك الباب مفتوحا للجميع والاحتكام للصندوق وحده. تصريحات سفير واشنطن ريتشارد نورلاند تترك الباب أيضا مفتوحا على أسئلة كثيرة: هل تلك الهيئة الحكومية حكومة ثالثة؟ وما الاختلاف بينهما؟ ولماذا لم نسمع هذا الطرح من باتيلي؟ وهل هو تصور أمريكي مستقل؟ وهل هو حل فعلا لمعضلة الإشراف على الانتخابات في ظل وجود حكومتين؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها أرحب بضيوفي معنا عبر سكايب من إسطنبول مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السيد سنوسي بسيكري، ومعنا عبر سكايب من واشنطن المحلل السياسي السيد محمد بوسير، ومعنا عبر سكايب من الجزائر أستاذ العلاقات الدولية السيد صلاح القادري. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك السيد بوسير حول ما قاله السفير الأمريكي، كما ذكرنا اتشدد على إجراء ترتيبات متفق عليها سلف لتشكيل هيئة حكومية تشرف على الانتخابات. تقييمك في البداية لهذا التصور من حيث المبدأ، وهل هو توجه أمريكي منفصل؟ الأمريكيون، السلام عليكم وعليكم السلام على جمهورك الكريم وعلى أخونا شيب سكري. يعني الأمريكان يفهموا أن فيه أمور تتعلق بحيادية الانتخابات، وبالتالي هم تقدموا باقتراح رسمي للسيد باتيلي، وتيح لي أن أطلع عليه، أن يعني كل من هم في السلطة ويريدون دخول الانتخابات عليهم أن يتنحوا عن مواقعهم 3 أشهر 90 يوما قبل الانتخابات، تنحي نهائي وليس مؤقت. وبالتالي هم ينظرون أو ينصحون باتيلي، وباتيلي أيضا لديه هذا التصور، أن تكوين هيئة حكومية، لم يقولوا وزارة لأنها غالبا ستكون مثل المجلس التنفيذي اللي نتج عن ثورة فبراير في 2011، مختصر صغير له دور محدد، غالبا سيقوده قاضي أو قضاة، بحيث أنهم يشرفوا على العملية الانتخابية ولا يكونوا طرفا فيها، وألا تكون لديهم طموحات سياسية تجعلهم يعقدون صفقات مع الأطراف اللي خارج الانتخابات بشي تعينوا بعدين سفراء ولا قناصل ولا وزراء أو الكلام هذا. فهذا التصور موجود ومكتوب ومقدم للسيد باتيلي. الجزء الثاني اللي هي أن الناخب هو الذي يحدد المعايير، هو ستحدد معايير وسيمنع كل من هو متهم بارتكام جرائم أو بانتهاك حقوق الإنسان أو عليه شبهات المساس بالمال العام أن يدخل الانتخابات. لن يكون هناك أشخاص، مش حيقولوا محمد بوسير ما يخشش، ولكن حيضعوا معيار، وهذا المعيار ينطبق على الجميع، اسمه محمد ولا اسمه حسن ولا اسمه علي. وأنا أعتقد أن هذا توجه أفضل، يعني أن هناك فعلا ناس يجب أن لا يدخلوا الانتخابات لأن لديهم ما يسيء، وأن أعتقد لأول مرة سيطلب من الأجهزة الجنائية في ليبيا أن تقدم تقارير كاملة على كل مرشح يتقدم، شنو حكم عليه في قضايا، بماذا اتهم، هل هناك شبهات على أمور. وأن هذه كلها تدرس بحيث يوضع المعيار الذي ممكن أن يدخل منه مرشحين لليبيا. وأنا أعتقد أن هذا إليها سنأتي إليها فيما يتعلق بهذه المسألة وأفصل فيها معك حول مسألة المعايير التي يجب أن تتوفر في المترشح لخوض السباق الرئاسي وإمكانية تطبيقها فعليا وأوراق الضغط التي تملكها واشنطن. لكن سيد بسيكري، طالما يتحدث هنا السيد بوسير على أنه ما يقدمه الآن نورلاند هو بذات التصور الذي ربما يتحرك به باتيلي ولديه يتشارك معه في هذا التصور، لكن أنا لدي تساؤل حول لماذا لم نسمع باتيلي يقدم ذات الطرح الذي قدمه نورلاند، خصوصا وأن هناك انقطاع منذ مدة من قبل باتيلي لم يتحدث فيه عن خياره البديل وهي لجنة رفيعة المستوى. هل هناك ارتباط بين كل ذلك في تقديرك؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك يا نبيل، وتحية لضيوفك الكرام ولكل من يتابعنا في هذه السانحة.
ومبدئيا خلينا نقول بأن باتيلي لا يستطيع أن يتفرج في رسم الخارطة لتفكيك النزاع الراهن والوصول إلى الاستقرار. يعني إمكانية البعثة وشخص باتيلي نفسه لا يمكن من أن ينفرد برسم هذه الخارطة، والأطراف الدولية بالذات ما يمثل ما يمكن تسميته بالمعسكر الغربي والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لهم مصالح أساسية، يواجهون روسيا الآن في منطقة واسعة وأحد ساحاتها ليبيا، في قلق من تجاه الأزمة الذي قد فعلا يؤثر على المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها وأمن المنطقة، وبالتالي يجب أن يكونوا حاضرين في رسم ملامح المشهد القادم، خارطة الطريق، آلية التسوية. فيعني أننا بنقول بأن باتيلي لا يملك القدرة الشخصية ولا البعثة لديها إمكانيات خاصة تمكنها من أن تنفرد برسم ملامح المسار القادم، وأنه يتأثر بدرجة كبيرة بالأطراف الفاعلة الغربية وفي مقدمتها واشنطن. يعني الحديث عن السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الليبية في هذه المرحلة، نعتقد بأن في صعوبة في أنك أنت تستطيع أن تصفها وصف دقيق وتقول بأن والله الخطوات التالية تمثل الرغبة الأمريكية والسياسة الأمريكية والتخطيط الأمريكي لإدارة الأزمة الليبية. ما فيش، يعني أنت لو تبحث كباحث والله كمستقصي للكيرف متاع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة الليبية، في مجموعة سمات أساسية. أولا مسألة التباطؤ في التعامل مع الأزمة الليبية، يعني أنت لو جيت وخذيتها من تفجر الصراع من 2019 تعال، وهو الذي برز فيه دور حيوي أكثر من مضى للولايات المتحدة الأمريكية في السياسة في الأزمة الليبية، واللي لا علاقة بتطور المشهد خصوصا بعد دخول روسيا وتركيا على خط الأزمة وتعظيم تأثيرهم في السياسة الليبية وفي الأزمة الليبية. فصار فيه التركيز أمريكي، لكن مع هذا التركيز فيه تباطؤ، في عدم وضوح، وفيها عدم تساوق للسياسة بحيث تقول والله هذه السياسة منطلقة من نقطة A وستصل إلى النقطة Z في إطار زمني محدد وفق آليات محددة. هذا ما يمكنش، التصريحات نفسها مش واضحة وكل مرة في اتجاه آخر. شيء التركيز على الاستراتيجية الأمريكية لمسألة تأمين الدول اللي يعني فيها أزمات ونزاع وكونفليكت، خطوطها عريضة. تصريحات نورلاند نفسها لو تراقبها لمدة سنة تبين لك بأن ما فيش كونسيستنسي، ما فيش تساوق، ما فيش تراكمية في السياسة الأمريكية اللي يمثلها هو بحيث نصل إلى صورة واضحة. تحدث في مناسبة سابقة، إذا سمحني إذا كان طولتك في دقيقة، تحدث في مناسبة سابقة عن حكومة موحدة. هذا هو محل النقاش، سيكون في اليوم المحور الثاني. اليوم تحدث بمفردات مختلفة. إن كان تغيرا في التوجه الأمريكي، لكن أنا تساؤلي كان يهدف أو يبحث عن إجابة، لماذا الإعلان أو الإبداء الرأي والتصور كان على لسان نورلاند ولم يكن على لسان باتيلي؟ أيبدو الرجلان غير متماهيان؟ هناك تغير حدث في تقديرك؟ مسألة التوجه الأمريكي والسياسة إن كانت متماسكة أم لا، سنأتي إليها وربما يسمح لنا الوقت بذلك. فضل سيد بسيكري في عجالة حتى أنتقل للسيد القادر إذا تكرمت. لا زي ما قلت لك، يعني هو تأثير الولايات المتحدة الأمريكية نعتقد بأنها أبرز طرف يمكن أن يؤثر على البعثة ويؤثر على الطرف خارجي ويؤثر على باتيلي في تحديد المسار القادم والجرأة والقوة والسند باش يواجه الأزمة في حال أخفقت لجنة 6+6 في اتفاق على القوانين. يبدأ يتجه مسار بديل، المسار البديل لا يستطيع أن يحدده لوحده ولا يمكن له أن يفرض على الأطراف الليبية ما لم يكن هناك تماماً سيد داعم أمريكي لهذه الخطة البديلة. سيد القادري، وجد الترحاب بك. هذه الهيئة الحكومية التي نتحدث عنها الآن وستكون مدعومة برقابة دولية كالأمم المتحدة كما يتحدث نورلاند، هذا تصور أن تراه ربما قيد الاقتراح في نظرك؟ أم هو قيد التنفيذ فعليا؟
لا أظن أنه يكون قيد التنفيذ، هذا هو المتصور للخارجية الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية في الموضوع الليبي. الزيارات التي حصلت في الفترة الأخيرة من طرف بعض المسؤولين الأمريكيين وخصوصا مسؤولي الاستخبارات يدل على أن هناك تحركات حثيثة وتبحث عن خطوات عملية، لكن أمريكا هي تعرف أنها لا تستطيع هي كذلك أن تتفرد أن تفرض أجندة سياسية على الليبيين، لأن هناك عوائق داخلية في ليبيا وهناك عوائق خارجية. بالنسبة للعوائق الداخلية في ليبيا، هناك بعض الأطراف الذين هم جزء من العملية الديمقراطية في ليبيا هم لا يؤمنون أصلا بالحل السياسي، وحتى لامتها كثيرا. أنا أتكلم عن خليفة حفتر وكل من يسانده، هؤلاء يؤمنون بالعملية الحسم العسكري والتفرد بالسلطة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد وهو الانخراط في العملية السياسية بعد دحرهم على أسواري ومن أسواري طرابلس. هذا العملية الأولى. هناك كذلك أطراف ثانية هي موجودة في ليبيا، ما زالت لديها وجود سياسي، بعض الأجسام السياسية موجودة، هي كذلك دخلت الآن في لعبة تضارب المصالح، وهي لا تريد أن تخرج من هذه اللعبة خالية الوفاض، تريد كذلك أن تبقى وأن بشكل أو بآخر أن تعطل العملية السياسية والعملية الانتخابية في ليبيا، وبالتالي تبقى دائمة في الواجهة السياسية مستفيدة ماديا ومعنويا من هذه الأزمة التي هي أزمة الليبيين. الأمر الثالث، الأمريكيون يعلمون كذلك خصوصا على المستوى الخارجي، هناك الروس هم موجودون على الأمم المتحدة باعتبارهم يملكون حق الفيتو هم والصين، بالإضافة إلى وجودهم عسكريا في ليبيا، وهذا الذي يمثل خطرا كذلك أمنيا على العملية الانتخابية. لا يمكن تأدية الانتخابات في عملية في ظل هذا الوضع الأمني الهش الذي لا يمكن لا للترشح ولا للحملات الانتخابية ولا كذلك لضمان نزاهة الانتخابات ولا سلامة المنتخبين والمنتخبين. إذن هذه الأشياء تجعلني على الأقل أعتقد بأن ما يتكلم عليه نورلاند هو تصور وليس خطة عملية، لأن الكلام عن استراتيجية عملية يجب أن يتبنى المعوقات، والمعوقات واضحة جدا في باب. هل السبب يعود لفقد واشنطن فعاليتها في الملف الليبي لبروز أطراف أخرى هي من باتت ربما تتمسك بخيوط اللعبة كما يحلو البعض توصيفها، وبالتالي قد لا تستطيع واشنطن في كل الأحوال تنفيذ ما تطمح له سياستها ويطمح له حتى سفيرها في ليبيا؟ في ثواني سيد القادري تفضل. نعم، الأطراف الأخرى قد استفادت من سياسة الفراغ الاستراتيجي الذي تركه دونالد ترامب، والأمريكيون وجدوا الديمقراطيون وجدوا أنفسهم أمام هذا حالة الفراغ الاستراتيجي الذي استفادت منه الصين وروسيا وبعض الدول حتى التي كانت شركاء لأمريكا مثل الإمارات ومصر، التي وصل بها الحد أنها تتحالف مع روسيا في الملف الليبي. إذن هم في حالة عملية تدارك لأوضاع انفلتت منهم، ولكن هم الآن يدخلون في مواجهة ليس لحل الأزمة في ليبيا، بل هم في إطار مواجهة مع الصين وروسيا بالأساس في الملف الليبي. إذن الأمريكيون تحكمهم أمران أساسيان، هو الوصول إلى حالة آمنة في ليبيا، نعم، وبالتالي والوصول لعملية ديمقراطية، ولكن في نفس الوقت حماية مصالحهم الاستراتيجية من خطر النفوذ الروسي. واضح تماما سيد القادري. سيد بوسيلة، أردنا أن نفهم هذه الهيئة الحكومية كما يصفها نورلاند من خلال تصريحاته، أهي بمنزلة حكومة ثالثة جديدة تنهي هذا التنازع الذي يستمر منذ مدة ما بين حكومتي الدبيبة وبشاغة؟ وأنت توصيفك بالدرجة الأولى نريد. صديقي العزيز، يعني إذا ذهبنا في طريق إجراء انتخابات في ليبيا حقيقية سيكون في مزيد من التدخل من المجتمع الدولي، وكما نصبت حكومات من قبل سينصب شبه مجلس تنفيذي، حكومة مختصرة ويبدو أن سيرأسها قاضي محايد، وهذا كما فعل يعني المجتمع الدولي من قبل. يعني نحن كل ما نصب عندنا هو كان تنصيب من قبل المجتمع الدولي، ليس شيئا غريبا. يعني قاعد الآن رئيس وزراء هو قاعد بموافقة المجتمع الدولي، لو خرج المجتمع الدولي وقال حنكونوا هيئة تنفيذية لإعداد الانتخابات التأسيسية شيء مهم. الذي أضاف أهمية لذلك الآن هو ما يحدث في جار السودان. السودان انفلاق استراتيجي خطير للغاية، لأنه سيمثل إذا نجح حميتي امتداد للنفوذ الروسي من مالي شرقا إلى من مالي غربا
إلى حدود البحر أو شاطئ البحر الأحمر المطلة على السعودية والخليج العربي. ليبيا سواء نحن نبون نقوله أو بوش نقوله هي طرف من هذا الصراع. السلاح والفاغنر الذين ظهروا في الخرطوم وظهروا في بورت سودان امبارح هم رصدوا أنهم جاءوا من ليبيا. الوقود الذي تسير به مركبات حميدتي هو يزود من ليبيا، لأن الأربع مصافي الأساسية في السودان هي تحت سيطرة الجيش السوداني، وجيش سوداني واقف بيع الوقود في محطات الوقود ويشرف على توزيعها أو بعض السوق السوداني. إذن نحن الموضوع الليبي لم يعد ليبيا، صار إقليميا. نحن صرنا طرف. اليوم السيدة غازيني في لجنة الأزمات الدولية في الاتحاد الأوروبي تقول أنه ليس سرا أنه منذ شهور والوقود الليبي يذهب إلى قوات حميدتي في السودان للإعداد لما يفعل. إذن نحن صرنا طرف في صراع إقليمي، ولا أستغرب أن يتم تغيير حتى السياسات الأمريكية أو الأوروبية تجاه ليبيا. هناك الآن حديث على فرض نظام للرقابة على المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي. ليش؟ لأن هذه يعني هذه دخلت في أزمة يعني أكبر من حجم ليبيا، ولكن ليبيا هي الوحيدة التي تستطيع أن تزود حركة التمرد في السودان بالوقود. إذا نحن العملية متشابكة، ليبيا ليست معزولة عما حولها، بالعكس هي في عملية السودان منخرطة للغاية. طالما هي متعددة، طالما هي أصبحت في حلبة صراع غير مباشرة ما بين موسكو واشنطن، قدرت الإدارة الأمريكية على إقناع مختلف الأطراف، في مقدمتهم موسكو هي الطرف المؤثر الأكثر تأثير على الأرض اليوم سيد بوسير، قدرتها على إقناع مختلف الأطراف في هذا التصور الذي ربما ترى أنه سيقود بالليبيين إلى صناديق الاقتراع. هذا هو التساؤل هنا. أيوة، ما هو شوف أستاذي، يعني السياسة عمرها ما كانت حديث القناعة. يعني مثلا أعطيك مثال صغير، الرئيس بايدن أعلن أنه لن يزود الأوكرانيين بطائرات F-16 الآن. الروس يعلموا أن تزويد الأوكرانيين بالF-16 يغير كثيرا في ميزان القوة في الحرب الأوكرانية. هذه نقطة، يعني الأمريكان يضعوها كبطاقة على الطاولة من أجل بطاقات أخرى في المقابل. الدول العظمى هذه السياسة فيها هي توجهات مختلفة، يعني رقعة شطرنج كبيرة، أعطيك جندياً أعطيني حصاناً، أعطيك طاب يعطيني وزيرة. فالشغل بهذا الشكل، هي راهي مش في ليبيا بس أو ليبيا والسودان بس، ولكن يتوسع في كل شيء. إذن يعني دعنا نراقب ونرى ما يحدث، ولكن الوضع في ليبيا الآن أصبح مهماً أكثر حتى من شهرين فاتا، لأن ليبيا إحدى عناصر الصراع الموجود في السودان الذي هو في 45 مليون نسمة، والذي إذا انفرط عقده يؤثر في الأمن في المنطقة كلها. طالما هناك تطورات إقليمية سيد بسيكري طرأت في المنطقة بشكل عام، حروب اندلعت منذ مدة في حرب في أوكرانيا وأخرى في السودان الآن، أيبدو كل ذلك هو ما جعل الإدارة الأمريكية تعيد صياغة الاستراتيجية في ليبيا بأن تقبل بإنتاج حكومة جديدة قد يحلو البعض تسميتها حتى وإن سماها نورلاند بهيئة حكومية، وتتغاضى عن ما كانت تتحدث عنه فيما مضى برفضها لإنتاج حكومة جديدة. هو كما قلت لك، يعني التقدير الأمريكي لإدارة الأزمة على الأقل هذه الأدبيات المعروفة ترجع تدخل لي موقع وزارة الخارجية وستيتمنتس اللي خاصة بليبيا خلال 3 سنوات. التوصيف واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية تركز على منع تجدد الحروب والاشتباكات ومحاولة الوصول إلى الاستقرار من خلال انتخابات تقودها وتشرف عليها سلطة تنفيذية موحدة. هذا يعني مجمل ما يتحدث عن يعني الكونغرس، أبرز شخصيات البيت الأبيض، وزارة الخارجية وهكذا. كيف يمكن مقاربة ذلك؟ هذا هو، هذه التفاصيل التي لم تتضح إلى اليوم، اللي كما قلت لك نورلاند نفسها ما كانش على الأقل متسق في تعريفها وتوصيفها للأداة التنفيذية اللي يمكن أن تشرف على الانتخابات وكيفية معالجة النزاع ما بين الحكومتين على الأرض اليوم في الشرق وفي الغرب. أنا أعتقد بأنه من المبكر القول بأنه يقصد شيء
مختلف عن السلطة التنفيذية المؤطرة في شكل حكومة، رئيس وزراء ومعه وزراء آخرين ولديهم السلطة التنفيذية، سلطة إدارة المال والإشراف على الأمن وغيره. ما أعتقدش بأنه يقصد شيء مختلف وبعيد عن هذا، لأنه إذا كنت بتقول هيئة تنفيذية تشرف على الانتخابات، باهما في هيئة تنفيذية المفوضية لديها صلاحيات تدعمها منظمة دولية وتقوم بالعملية الانتخابية. لم يكن لها لهذه الهيئة سلطات ذات طبيعة تنفيذية اللي هي من صلاحيات الحكومة، فماذا سيكون قيمتها وتأثيرها على الأرض، وكيف يمكن أن تواجه أي إشكاليات على الأرض ذات طبيعة أمنية وغيرها يمكن أن تعيق الانتخابات. فإذا التوصيف مازال من المبكر الحكم عليه، وأنا أعتقد بأن السيد نورلاند قد يظهر بعد أيام ليتحدث عن سلطة تنفيذية واضحة، مقصود حكومة، وليس التعبير الفضفاض القابل للتفسير اللي كما رأيت أنت وحتى قدمت قناتك قناة الموقرة بين تقول والله يقصد شيء غير الحكومة. فأنا أكرر مرة أخرى أنه من المبكر الحكم على العبارات التي أطلقها نورلاند بأنها تشير إلى شيء بعيد عن السلطات التنفيذية التقليدية المعروفة، وأنه يريد جسم آخر غير الحكومتين، بمعنى أن الحكومتين ستبقى وكأنها لديها صلاحيات في الشرق والغرب وهذه هيئة تنسيقية. أنا أعتقد بأن هذا صعب، وهذا ثم قبل الخوض في موضوع السلطة التنفيذية ماذا عن التوافق ما بين الأطراف الأساسية المعنية باستكمال خارطة الطريق، موعد الانتخابات، القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إن فشلت الأجسام المعنية بذلك لجنة 6 زائد 6 في التوافق فيصبح التحدي مختلف تماما، بمعنى أنك أنت فعلا يمكن أن تلجأ إلى خيار اللجنة رفيعة المستوى لتتولى وضع خارطة طريق كاملة بما في ذلك وفي مقدمة ذلك التوافق على قوانين الانتخابات. في ذات النقطة سيد القادري، تصريحات نورلاند فيما مضى كانت ترفض تماما مسألة إنتاج حكومة جديدة، يقول أن ليبيا ليست في حاجة إلى حكومة وزراء جدد، مسألة الحديث عن السلطة التنفيذية هو بمثابة المشتتة للأنظار وأيضا حتى بالمشتتة للأنظار وجربة للبلبلة، هكذا يقول الرجل صراحة. لكنه اليوم وإن قدم توصيفا آخر غير حكومة جديدة إنما وصفها بهيئة حكومية، ما الذي استجد ولماذا تغيرت نظرة نورلاند بشأن أن تكون هناك حكومة قبيل العملية الانتخابية في ليبيا؟ أظن أن الذي حدث في السودان لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية كخطأ استراتيجي، وهي القبول بوجود رأسين للسلطة، بوجود رأسين للسلطة في السودان، والذي في الأخير أوصلها إلى مرحلة وإلى وضعية كارثية، يعني وصل بها الأمر إلى حدة الاقتتال وبوادر حرب أهلية أو حرب أهلية قد بدأت فعلا في السودان. الأمريكيون والغربيون يعلمون جيدا أنهم كانوا قادرين على أن يسيروا الأزمة في السودان بطريقة أكثر جدية وأكثر فعالية، وبالتالي الوصول إلى حكومة موحدة وإلى رأس واحد إلى السلطة. هم يعلمون أن الوضع أكثر تعقيدا في ليبيا، وبأن الأطراف في ليبيا تملك أسلحة وتسليحا، وأن في ليبيا لا يوجد طرفان عسكريان فقط، بل يوجد أكثر من طرف عسكري في الميدان، وبالتالي إذا انفجر الوضع هناك فإن السيطرة عليه ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة بشكل أو بآخر. لذلك هم الآن يريدون أن يستبقوا وأن يستفيدوا من الدرس من المشكلة أو الكارثة السودانية، وبالتالي محاولة توحيد السلطة بشكل من الأشكال والأمور إلى عملية سلمية وإلى عملية سياسية، بالتالي الابتعاد على أي سيناريو حسم عسكري أو سيناريو صراع عسكري داخل ليبيا. أنا لا أظن أن هناك سبب آخر إلا هذا السبب، لأن الاستفاقة وتغيير الخطاب خلال شهرين أو شهر ونصف لا يمكن أن يكون تغييرا استراتيجيا، بل هو تغيير تكتيكي مبني على أحداث آنية، وليس لأن التغييرات الاستراتيجية عن القرارات الاستراتيجية تبنى على توجهات وتصورات كبرى، أما القرارات التكتيكية فهي مبنية على أحداث آنية، وهو هذا ما حدث في السودان. والمشكلة أن هناك امتداد جغرافي من السودان يمر عبر مالي وكذلك وتشاد وينتهي إلى البحر الأحمر، وبالتالي أمريكا الآن تحاول أن تدارك الوضع هي والغربيون في ليبيا حتى لا يحصل ما حصل في السودان.
وبالتالي سيد سيد أبو يصير هذه المخاوف الأمريكية التي أجمعتم أنتم الضيوف حول أنها بدأت تطفو على السطح منذ أن اندلعت الحرب في السودان، هل اليوم لدى أمريكا أو لدى الإدارة الأمريكية ضمانات بأنه لا تتجدد أزمة ثالثة بهذه الهيئة الحكومية، بهذه السلطة التنفيذية الجديدة أيا كان اسمها، وبالتالي يتعقد المشهد في ليبيا أكثر؟ لا، هو أعطيني لحظة. أنا أولا أشارك الدكتور غادري تماما في تحليل المتغير الأساس الآن في الإقليم هو ما يحدث في السودان، وبالتالي الأمور بالنسبة لليبيا قبل ما حدث في السودان تختلف على ما حدث بعد السودان، خاصة وأن العالم يتحدث على أن أطراف ليبيا تدعم تمرد حميدتي بالسلاح وبنقل فاغنر وبالمشتقات النفطية التي تنقل من الجنوب والشرق الليبي. إذن لدى مخطط السياسي الأمريكي لديه الآن أولويات عن فكرة الانتخابات، لأن عمرما السياسة كانت استاتيكية، السياسة عمرما كانت ثوابت، بس السياسة الثابت فيها هو التغيير. طالما في مؤثر أساسي كما قال الدكتور غادري فإذا التفاعل معه هو الأساس. الحديث الأمريكي عن الانتخابات في الفترة القادمة قد يكون يأتي بعد الحديث الأمريكي على منع أطراف ليبيا من تأجيج الصراع في السودان وتقويض الحكومة السودانية. يجب أن نفهم هذا. لا أعتقد أن الأمريكان في أوكرانيا يقولوا لزيلنسكي عدي أعقد انتخاباتك والروس موجودين عنده. نحن في ليبيا طرف في الصراع السوداني الآن. لا أعرف هل هذه سياسة الحكومة، هل هي سياسة أطراف، هل هي نوع من المروق وأن ناس تغامر بالليبيين. يعني إحنا إذا أصبحنا طرف من الحرب السودانية وإذا ثبت أن هناك أماكن هي اللي يأتي منها الوقود إلى حميدتي، إذا قصفها البرهان بالطيران لا نستطيع أن نقول أن هذا اعتداء، لأنك أنت أساساً دخلت في الحرب هذه. إذن بالنسبة للأمريكان الرؤية تكون بهذا الشكل، ما تكونش أنه والله لا مجمعين في المقهى في المنشية يبدون انتخابات. لا يا سيدي، هناك حرب إقليمية، وانفجار السودان بتنوع العقائدي والقبائلي والإثني ينتقل إلى كل منطقة الساحل والصحراء، ثم الأهم أنه سيكون على بعد 200 كيلومتر من الساحل السعودي. نعم. المليء بالثروات التي تهم العالم. تتحدث على أن ليبيا هي من تورطت في هذا الصراع الحاصل في السودان، لكن لم يذكر أي طرف حتى اللحظة إلا خليفة حفتر، وبالتالي هنا الملام. لا لا لا، غير صحيح. لا لا لا، الحديث على المشتقات النفطية مثل الحديث عن خليفة حفتر. المشتقات النفطية الليبية اليوم، أنا قلت لك الاتحاد الأوروبي تصريح بأن المشتقات النفطية تهرب من الجنوب والشرق لجماعة حميدتي، وهذه المناطق هي خاضعة لسيطرة حفتر. جريدة الغارديان دايرة مقالة صفحة كاملة وجايبة فيها أن التصوير اللي بالأقمار الصناعية يصور في الشاحنات وهي تطلع من مصفاة في جنوب ليبيا وتذهب إلى الحدود السودانية. السودانيين أول امبارح ضربوا قافلة فيها سيارات عسكرية. أنا أدرك ما ذكر. لكن هذه المناطق التي تتحدث عنها هي مناطق خاضعة لسيطرة حفتر، وبالتالي هذه مناطق تابعة لوزارة النفط الليبية، المؤسسة النفط الليبية. لكنه من يؤمنها ومن يسيطر على الوضع هو خليفة حفتر. وبالتالي على كل طالما انه يعني يا سيدي، نحن مش كل حاجه بالحضور في راس حفتر بسرى، وفي عندنا 200 حفتر، نحن مش واحد بس. لا انت تعرفهم اكثر مني، انا اعرف فقط شخص واحد بذكرته الجارديان على الاقل. ما هو المتورط في الصراع السوداني. لكن على كل ان كانت امريكا تخشى من ان تنزلق الاطراف الليبيه اكثر في هذا الصراع السوداني، أنا سأنقل هذه وجهة النظر لأنه أطلت على السيد بسوكي، على كل سأعود لك لاحقا سيد أبو يصير. إن كانت اليوم واشنطن بالفعل حريصة على ألا تنزلق مختلف الأطراف غير حفتر في الصراع السوداني بمد مختلف الأطراف هناك، لكن ألا يبدو أنها في حالة مقامرة؟ لأن الوضع قد ينفجر أيضا في ليبيا، لأنه لدينا مشهد التنازع الحكومتين كيف تحول من خلاف سياسي إلى الاحتكام إلى لغة السلاح.
هو فقط تعقيب على ليبيا والسودان وتورط أطراف ليبيا في الأزمة السودانية، وأنهم أصبحوا بمثابة أحد المحركات الرئيسية باعتبار أن فيه سلاح يصل هناك وفيه إمدادات نفط وبنزين وسولار وغيرها. أنا لا أتصور بأن الأطراف الليبية اللي دخلت على خط الأزمة السودانية ووفرت هذا الكم من الوقود ومن الأسلحة يمكن أن تتحرك بشكل ذاتي. يعني المصالح اللي تربط حميدتي ببعض الأطراف اللي جزء منها، جزء كبير منها يتحكم فيها حفتر، وعلى الأقل هي موالية لحفتر في الجنوب في مسألة عبور القوافل والتهريب وما شابه، مصالح محدودة ما هيش كافية لتكون العامل الرئيسي في تحريك هذه الأطراف لسلاح ونفط بكميات وفيرة لطرف مهم في الأزمة السودانية اللي أزمة لها أصدائها وتداعياتها الخطيرة في المنطقة كلها. فإذا أعتقد ملخص ذلك، أعتقد بأن أطرافاً خارجية كانت خلف التأثير والتوجه الليبي اللي في رأيي الشخصي أبرز طرف فيه حفتر في الدخول على خط الأزمة السودانية. طيب أمريكا أين هي من هذه الأطراف اللي تحرك في فاعلين على الأرض الليبية ليشاركوا في تأزيم وتصعيد خطير جدا في منطقة حيوية كيف السودان؟ فهنا التفسير شنو في رأيي الشخصي؟ أنه هنا لنا الارتباك والتباطؤ الأمريكي، وعامل مهم جدا وهو عدم قدرة أمريكية للجم طرف مهم في المنطقة وهو في رأيي الشخصي إسرائيل، اللي لها يد في تحريك ما يجري من تأزيم وتصعيد في السودان وفي غير السودان. وهنا منفسر ومبرر ومنأكد بأن إشكالية السياسة الأمريكية أنها ما هيش واضحة، ما هيش متسقة في إدارة الأزمات المتفجرة واللي مرتبط بعضها ببعض كالحالة الليبية السودانية. وبالتالي قول نورلاند، أنا أعتقد بأنه اللجوء إلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تغريد خارج السرب، ليست سياسة مطردة وواضحة. وسيرجع بعد أيام قليلة ليقول بأنه يقصد حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف المتنازعة. هو تغريد خارج السرب في نظر السيد السيكري السيد القادري، هل يصل الأمر أيضا على قول نورلاند أو تبنيه بالتوجه الشمولي الذي يقول أنه يجب أن يركز على الناخب بدل مواصفات المترشحين؟ لأنه كانت هناك تصريحات لنورلاند فيما مضى انتقد فيها أو حمل فيها سيف الإسلام دخوله السباق الرئاسي. أيبدو هنا تغير بالفعل في التوجه الأمريكي؟ نعم، لو سمحت فقط لدي تعليق على سؤالك الذي سألته للضيفين العزيزين، وهو المتعلق بقضية الموقف الأمريكي وقضية السودانية. أردت أن أضيف فقط نقطتين. النقطة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما وصل عبد الحميد بيبة بغض عن النقائص وبالكذلك حتى تضارب المصالح الذي حكم يعني أو كان حاكما لطريقة تسييره للحكومة، لكن كانت دبيبة كمؤسسة كشخصية، كان كحكومة كمجلس رئاسي، كان معترف به دوليا على أنه المؤسسة الوحيدة. اليوم الأمريكيون يقول نريد مؤسسة وحيدة، كانت هناك مؤسسة وحيدة وكانت هناك حكومة وحيدة وكان هناك مجلس رئاسي وحيد بعد جلسات ملتقى الحوار السياسي. حينما بدأ خليفة حفتر بخطاباته ومنع الحكومة بأن تبسط قوتها وكذلك وجودها في جنوب وفي الشرق الليبي، وسكتت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك في حكم الديمقراطيين. لذلك الأمريكون هم الآن يدفعون ضريبة حينما يرون أن الأمور بدأت تلفلت من بين أيديهم في ليبيا أو في السودان أو في غيرها من الأماكن. هم يدفعون ضريبة سوء تسيير لأزمة وعدم القدرة على الدفع بالطرف الذي كان هناك، وهو الذي كانت حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسي الذي خرج وكان يمكن أن يصبح حقيقة حجر زاوية تبنى عليه عملية سياسية بغض النظر
على ما يمكن أن ننتقد به الممارسات وكذلك السياسات التي اتبعتها مجلس الرئاسي أو الحكومة الوطنية. نعم. ثانيا أنا أظن أنها ليست إسرائيل واحدة، هناك الروس كذلك لديهم علاقات قوية مع حميدتي كذلك، وكذلك الإمارات. إذن الإمارات وإسرائيل وروسيا هم أدخلوا الليبيين في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولكن هي في إطار دعم الشركاء الذين يتعاملون مع حلفائهم أكبر من ذلك. لكن أعود بك إلى سؤالي سيد القادر، عندما نقلت تصريح نورلاند عندما قال أنه يجب التركيز على قرار الناخب بدل مواصفات المترشح في عجالة فقط، ما الذي يقصده نورلاند بهذا القول؟ لأني أنتقل بعد إلى سيد بوصير، تفضل. نعم سيدي الكريم، دعني أقول لك بأن هذا الخطاب الذي كان قبله حينما اتهم سيف الإسلام واليوم حينما يتكلم يجب التركيز على الناخب، أنا يعني كصفتي بصفتي كملاحظ فقط أرى أنه عملية تخبط في التحليل وعملية تخبط كذلك في على مستوى الخطاب السياسي، يعني كوميونيكيشن، يعني هناك إشكالية حقيقة جدا، هناك غياب رؤية، هناك عدم تحكم في الوضع، وكذلك عدم وجود تحليل ثابت وعدم وجود استراتيجية ثابتة وقوية في الملف الليبي، وهذا انعكس على خطابات نورلاند. هل من الأجدى يا سيد بوصير ترك الجميع يترشحون كما يرى النواب، وأيضا الآن بات نورلاند قد يملك ذات النظرة عندما يقول نركز على الناخب وقراره بدل مواصفات المترشح، أيبدو الأمر كذلك أم هناك من الوقت ما بقي حتى يوضح نورلاند قوله هذا في تقديرك؟ هو السيد نورلاند هو يفسر تصريحاته، أنا لا أفسر له تصريحاته، ولكن ما أعرفه على الموقف أو على الأقل من ال أنا لا أبحث عن تفسير يا سيد محمد، أنا أبحث عن أنا لا أبحث عن تفسير لتصريحات نورلاند، أنا أقول لك تساؤل، هل من المجدي أن يترك الجميع يترشحون السباق الرئاسي؟ هذا هو السؤال. تفسيرات نورلاند ربما لديها أشخاص آخرون، تفضل. يعني كل من لا يمنعه القانون الليبي في الاشتراك في العملية، وكل من لا يوجد في سلطة، لأن اللي موجود في سلطة سيستعمل المال العام ومقدرات الدولة بحيث أنه هو يستطيع أن يحقق النجاح بتاعه. يعني كل من يدخل لا يعنينا إذا كان أحمرا أو أخضرا أو أصفرا أو أبيضا أو أسودا، مش هذه القصة. القصة هذه يحددها الناخب إذا كان الناخب لديه الوعي الكافي لاختيار المرشحين بتاعه في برلمان مهم جدا اللي هو حيكون مجلس تأسيسي عمره سنتين، يضع الدستور ويؤسس ليبيا جديدة. ولذلك أنا حتى لما حدث في الانتخابات الأولى اللي ألغيت وتحدثوا على أن تدخل القضاء، أنا ضد تدخل القضاء في السياسة، لأن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع القضاء من التدخل في السياسة. يعني عندما قدم ترامب والحزب الجمهوري 22 حالة، بعض منها ملفات حقيقية لتجاوزات في انتخابات 2020، القضاء رفض النظر في ولا واحدة منها. مش يعني يقدمها في الليل 9 الصبح يرفضوها. ليش؟ لأن مبدأ إن القضاء هو الذي يحسم الانتخابات السياسية هو خلط بين السياسة وبين القضاء، وهو غير صحيح. مفروض إن القضاء شيء والسياسة شيء آخر. لكن المشكلة مشكلة متعلقة بشروط ترشح، هي مكمن الخلاف. عندما يطالب الكثيرين منهم حتى الأعلى للدولة وموقفه كان كذلك، أنه يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات، وبالتالي هذا تراه حتى هذا الكلام غير منطقي غير عقلاني، بغض النظر إن كان يحق للقضاء التدخل أم لا. لا شوف إذا وضعت هيئة تشريعية ليبية قواعد، هذا شيء يحترم، هذا الشعب الليبي. أما قصة الزواج الجنسية، حتى اللي يضعوا في الشروط بعدم ترشيح مزوج الجنسية هم نفسهم مزوج الجنسية، لأن مشكلتنا الكبيرة في ليبيا، نحن مفروض اللي يكذب ما يخش الانتخابات، مشكلتنا في ليبيا هي التغطية والكذب والتضليل. يقول لك لا ما يخشش مزوج الجنسية، لكن واحد يطلع يقول والله أنا عندي جنسية ثانية، لا أنت ما تخشش، هو يدسها لا يخش. فبالتالي يحددها المجلس التشريعي كيف ما يبوا ليبيين، يبوا يخش ما يخشش. العسكريين لازم يخرج من المهنة بتاعها. يعني لا يمكن أنك أنت تكون ضابط أو وزير أو رئيس وزارة أو رئيس برلمان أو رئيس مجلس دولة وتخش إلى انتخابات. ولذلك
التوصيات التي أرسلت لنورلاند تقول 90 يوما قبل عقد الانتخابات اللي بيخش لازم يترك الوظيفة بتاعه نهائيا، مش يترك مؤقتا وإذا ما نجحش. ولكن الرسالة كانت فقط لسيد بسيكر، هذه الرسالة التي ربما اطلع عليها والتوصيات اللي اطلع عليها سيد محمد البوصية، يفهم أنه قد أنه نورلاند عبر عنها في تصريحه فيما مضى لعبد الحميد دبيبة عندما قال له إذا أردت الترشح للانتخابات القادمة عليك الاستقالة، وبالتالي هل يعني أنه لا يوجد هناك فيتو الآن على من يود الترشح؟ الأمر بيد الناخب، لا من سيسوق هذه القوانين؟ وهذا مربط الفرس، وهذا أساس الأزمة في هالمرحلة الحرجة، موضوع الانتخابات الرئاسية والترشح لها، هذا هو اللي عطل القصة منذ 2020 واللي دحرج الأزمة ووصلها إلى ما وصلت إليه اليوم. كيف يمكن الخروج من هذه الحالة؟ الأطراف الأساسية المتنازعة، وخلينا نقول بأن في ثلاث أطراف رئيسيين هم الجبهة الشرقية ممثلها مرشح على الأقل أبرز وحفتر، والمنطقة الغربية والمرشح الأبرز فيها هو عبد الحميد بيبة، وبينهما وفي الجنوب فيه مرشح ثالث وهو سيف الإسلام، بمعنى له أنصار في الجنوب، على الأقل هو عندما قدم ورق ترشحه قدمها في الجنوب، ولديه طبعا من يؤيد في الشرق وفي الغرب. هؤلاء الثلاثة يمثلوا الأساس في الصراع المرشح القادم. كيف التعامل مع الثلاثة هذوما؟ هل تمنع الثلاثة من الترشح؟ هذا بتوافق، يعني لن تستطيع أن تقنع دبيبة وخلف أنصار يدعموه بينه لن يترشح، وكذلك حفتر، وكذلك سيف الإسلام. فكيف تحل هذه الأزمة؟ يعني هذه تبي أفكار إبداعية في إدارة الصراع الراهن، ويجب أن يكون للداخل دورا أساسي، لا تنتظر من الغرب أنه يحط لك والله معايير تحدد من يحق له ترشح ومن لا يحق له. طيب في معايير واحد هو مقبول نوعا ما يمكن تمريره، وهو أنه عليه قضايا في الداخل وفي الخارج، بمعنى حكم محكمة قطعي ونهائي، سواء كان محاكم محلية والله محاكم في الخارج. هذا ينطبق على اثنين مرشحين أساسيين، إن أسقطتهما وهما حفتر ودبيبة فسيكون المجال مفتوح حفتر وسيف الإسلام، سيكون المجال مفتوح لدبيبة فقط. هل تستقبل الجبهة الشرقية ويقبل أنصار سيف الإسلام في الجنوب وفي الشرق وحتى في الغرب؟ فهي أزمة حقيقية محتاجة إلى رؤية جديدة من الداخل الليبي. للأسف هذه طالت عمر الأزمة يا أخي باختصار. لكن الدلالة يا سيد بسيكي حتى تكمل فقط الفكرة كاملة، دلالة أن يتحدث نورلاند بهكذا كلام ويقول بأنه التركيز على قرار الناخب بدل مواصفات الترشح، توقيت مثل هكذا تصريحات، هل يقدم الرجل وصفة للحل لتجاوز كل هذا الخلاف المتواصل؟ لا، أنا في رأيي هذا تأزيم مش حل. تصريح هذا، هل يستطيع أن يواجه حفتر بنفس التصريح ويقول له يا سيد حفتر إذا كان أردت أن تترشح فلتستقيل اليوم من منصبك وتصبح شخص مدني فعلا؟ هل يستطيع أن يقول ذلك؟ لم يصرح مباشرة لحفتر بهذا الكلام، فيشكلي، ولم يستطع أن يواجه الرأي العام الليبي بالقول أن سيف الإسلام لا يحق له وفق إجراءات قانونية سليمة وهي حكم محاكم داخلية وخارجية بأن يترشح. لماذا واجه دبيبة بذلك ولم يواجه الطرفين الآخرين؟ يعني إشكالية في إدارة الأزمة الليبية من قبل المنتظم الخارجي. أنا أعتقد، لأن باختصار بسيط، تفضل، الخروج من هذه الأزمة إما، وهو خيار بالمناسبة طرحات الإدارة الأمريكية في الوثيقة المصربة الخاصة، اجتماع 3+2 بحضور باتيلي، إذا كان تذكر من 3 أشهر تقريبا، شهرين 3 أشهر، الوثيقة اللي تحدثت عن طرح أمريكي في أنه تؤجل الانتخابات الرئاسية ونركز على انتخابات برلمانية، ثم البرلمان الجديد التوافقي يختار الحكومة ويؤسس لدستور دائم يمهد لانتخابات رئاسية. بالمناسبة هذا الطرح لو تبنته أمريكا بشكل، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني وصريح، ودارت لوبينج لدى أطراف إقليمية فاعلة وتوافقات ما بين أطراف ليبية فاعلة، يمكن تمريره في الداخل الليبي.
غير ذلك نعم في ذاك النقطة ذلك المزاوجة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية أزمة حقيقية، لا يمكن أن تجرى الانتخابات ولا يمكن في حال إجرائها أن تؤسس الاستقرار اللي نبحث عنه جميعا. في ذات النقطة لماذا الرسالة كانت مرسلة بشكل مبكر للدبيبة دون سواه؟ هكذا يتساءل سيد بسيكري هنا سيد القادري، تملك تفسير أيضا أنت لذلك؟ وهل الأمر السماح للجميع بأن يترشح منسحب على سيف القذافي؟ أم الفيتو الأمريكي سيستمر في نظرك؟ بداية يعني كلام النورلاند هو يتكلم عن خليفة حفتر، هو يعرف أن خليفة حفتر يملك شركاء عسكريين وكذلك شركاء سياسيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد عملية حصار طرابلس. هو يعلم أنه لديه علاقات مع الإماراتيين، لديه علاقات خصوصا مع الروس، قوات الباغدر موجودة في ليبيا، فهو لا يريد أن يصطدم به. بالنسبة لكذلك سيف الإسلام، هو يعرف كذلك لأنه شخصية سيف الإسلام هي شخصية يعني من الصعب كذلك التحكم فيها، لأنها ما زالت خارج العملية السياسية، بمعنى أنه في شكل نظام موازي للنظام الرسمي. لذلك هو وجد أن أفضل شخص يمكن يعني للأسف أن يتعامل معه بهذه الحدية هو شخصية دبيبة، لأن شخصية دبيبة لا يمكن أن تتواجه مع الأمريكيين، لأنها أولا لأنها تملك صفة رسمية وهي صفة رئاسة الحكومة بأنه رئيس الحكومة، وثانيا هو يعلم بأنه يعني شئنا ما بينه هو يدور في يعني هو في الفلك الأمريكي أو الفلك الغربي، أنه هو ليس مع روسيا وليس مع الإمارات، وبالتالي هو يعلم بأن لن يكون هناك رد فعل عنيف من طرف دبيبة، لذلك هو اختار أن يواجهه ولا يواجه الآخرين، وهذا دليل كذلك على ضعف السياسة الأمريكية وكذلك على التعامل السيء على الأقل ما أقول من طرف نورلاند مع الوضع الحالي. وبالتالي فإذا كان يجب أن يقال هذا الكلام حقيقة من باب إبراء الذمة ومن باب كذلك التوصيف الحقيقي للأزمة وكذلك البحث عن خطوات ناجعة من أجل التقدم في العملية السياسية، كان الأولى أن يواجه الثلاثة، لكن واختار الشخصية التي لديها التي تجد نفسها في وضعية حرجة في حال ما فكرت في الرد على نورلاند. وبالتالي سيد بوسيل أدري إذا كان لديك تعليق فيما يتعلق بذات النقطة، مسألة أنه هذا الأمر سيسري على سيف الإسلام القذافي، يمكن أن تتماهى واشنطن وتقبل بترشحه، ولو هذا الأمر لا يرقى إلى درجة الاهتمام الكبير لدى الإدارة الأمريكية في نظرك؟ هو أنا أريد أولا أن أضيف إلى كلام الأستاذ سيكري، هو رسالة التوصية وهي حقيقة من القوى الكبرى الثلاث، الأمريكان والإنجليز والفرنسويين، لباتيلي تتحدث عن انتخابات برلمانية فقط، لا تتحدث عن انتخابات رئاسية، تتحدث عن انتخابات برلمانية بحيث يعطى هذا البرلمان صفة المجلس التأسيسي لدولة ليبيا الجديدة، يضع الدستور، يصل إلى توافقات حول القضايا الكبيرة. إذن قضايا الترشح للرئاسة أوتوماتيكيا يتم تأجيلها، نحن نتحدث على انتخابات أو ما يقترح هو انتخابات برلمانية. وأنا أعتقد أيضا أنا أتفق مع سيكري أن هذا اختيار جيد، فليجلس الليبيون في انتخابات الذين نتجوا عن انتخابات نظيفة وانتخابات تخطط لها بحيث أن يكون المتعلمون والمثقفون والقوى الوطنية بعيدا عن مجرد يعني اللحمة العشائرية وغيرها يكونوا موجودين في هذه البرلمانات، وننجح في أن نحن نضع تأسيس لدولة ليبيا الحديثة ونخرج من هذا المأزق. إذن أنا أعتقد أن قصة سيف وحفتر ودبيبة ستكون مؤجلة، وإن كانت من ناحية دفعهم بعناصر يعني أعتقد أن سيكون هناك تحكم، نوع من التحكم في قصة الدعم المالي والترويج المالي لناس تخش الانتخابات، وسيكون هناك زي ما قال نورلاند أن هيئة تنفيذية أو هيئة حكومية هي لجنة تنفيذية ممكن زي اللي كان رأسها المرحوم محمود جبريل تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، والجمعية العمومية بتاعها هي الهيئة التسييرية العليا
للانتخابات. أتصور هذا هو النموذج الذي يتداول الآن. قبل أن نذهب إلى المستوى الأمني والحديث عن الاهتمام بالقادة العسكريين سيد بسيكري، فقط هناك تذكير وفق ما ذكرني الآن الزملاء بتصريحات نورلاند التلفزيونية، أيضا الرسالة كانت موجهة لخليفة حفتر عندما قال بأنه يجب على حفتر الاستقالة كما حدث في انتخابات ديسمبر 21 التي توقفت. يبدو أن الرسالة موجهة أيضا للجميع ولم تكن لدبيبة لوحده. لديك تعقيب في هذه الحالة أم حتى ننتقل بعدها معك للمستوى الأمني؟ لا أدري، الأمر يعود لك كما تريد. لا كويس، ممتاز نورلاند، تمام. نعم. طيب، فيما يتعلق بالمستوى الأمني، وأنا كنت لدي تساؤل حول تفسير الاهتمام الأممي وحتى الآن الدولي الأمريكي الفرنسي، هناك حديث عن اجتماع منتظر سيكون خاص بالقادة العسكريين ومعهم المجلس الرئاسي. لماذا كل هذا الاهتمام؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة العسكريين حتى يرى الليبيين أو يذهبوا بالفعل إلى صناديق الاقتراع؟ هو موضوع التوافق الأمني، جمع ما بين الأطراف الفاعلة على الأرض وتوافقها على مسائل حيوية منها تأمين الانتخابات، أو على الأقل ألا يكون طرف معرقل ومؤزم للمسار السياسي إلى نهاية الوصول إلى الانتخابات وما بعدها. جيد أن يقع التوافق، لكن في رأيي الشخصي هذا التوافق لا زال هش، ولا يمكن القطع بأنه سيؤسس لتوافق أمني أو لاستقرار أمني لهما بعده. أنا في رأيي الشخصي بأن الجبهة الشرقية اللي يقودها حفتر واللي حوقع فيها التغير على مستوى الموقف السياسي من الجبهة الغربية، باعتبارها اليوم أنها كانت توصف بأنها مختطفة، العاصمة ومدن الغرب مختطفة من قبل الميليشيات، وهي التي تتحكم في القرار السياسي، وهي التي يعني تنهب المال العام وتفسد عملية مؤسسة الدولة واستقرارها وفق الرؤية في الشرق في الرجمة وفي طبرة. فإذا بها تتبدل اليوم ويصبح هؤلاء شركاء في توافق أمني منشود، فهذا التغيير أنا أعتقد بأنه أقرب إلى تكتيك منه إلى المقاربة الاستراتيجية من قبل الرجمة للحالة الليبية. أنا أعتقد بأنه هو تنازل في مقابل مصالح أخرى، مسألة الخذوهات هي هنا. أنا طبعا كحفتر قدم تنازلات، تحدث بخطاب أمني خلال السنة الماضية، وهو يوجه الفواعل الأمنية التابعة له لتلتحم مع القوى في الغرب وتتقارب معها وتتفاهم معها، في مقابل أنه ترشحه مضمون وأن فرصته في أن يفوز بالانتخابات ويصبح له في حال عدم فوزه يصبح له مكانة أساسية في المنتظم السياسي والأمني القادم يكون تحصيل حاصل بالنسبة له. فأنا أعتقد بأنه المسألة في الأخذ والرد، في حالة تعرقلت المصالح هذه والمسار اتجاه لا يرضي حفتر، أنا أعتقد بأنه يستطيع أن يوجه الفرقاء الأساسيين الفاعلين الأساسيين اللي وجههم للاقتراب مع القوى الفاعلة في الأرض على الأرض في الغرب الليبي، يسحبهم من أي توافق ونعود إلى المربع الأول. فأنا أعتقد بأن المسألة مربوطة بما يقع على المسار السياسي. المسار السياسي المؤشر الرئيسي للتوافق وللتسوية. أنا أعتقد بأنه فيه إشكالية على المسار السياسي، إن لم تقع ضغوط شديدة على الفواعل الرئيسية في أن يتقدم المسار السياسي خطوات وتعالج مسألة قوانين الانتخابات بشكل يتوافق عليها الأطراف في الشرق والغرب، سيكون أصلا التوافق الأمني لا معنى له، بمعنى أنه لن يؤثر في المسار السياسي ولن يكون هو الأداة لدفع المسار السياسي للأمام، بل بالعكس التوافق السياسي هو الذي يؤسس لتوافق أمني ويدعم المسار. سيد القادري، في ذات النقطة مسألة التركيز الأممي والأمريكي، وربما معها بعض الدول الأخرى تشارك في هذه النظرة، التركيز على مسألة دور القادة العسكريين في مسألة العملية الانتخابية هذه المرة كان أكثر من انتخابات ديسمبر الفاشلة كما يصفها البعض. ما الذي اختلف هذه المرة وما هي النتائج التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التركيز في نظرك؟ أقول بأن الذي سيحصل يعني لا
بغض النظر على التركيز على هذه الجزئية التي هي جزئية العسكريين، الوضع الآن وصل في ليبيا الآن إلى مرحلة أصبح ليس ضروريا بل أصبح حيويا الوصول إلى عملية الانتخابات وبالتالي إلى توافق سياسي، وإن كان هذا التوافق السياسي هشا، أنهم يفضلون توافقا سياسيا هشا على أن لا يكون هناك أن لا تكون هناك عملية سياسية وبالتالي الوصول إلى حالة من الانسداد السياسي الموصلة إلى حالة حرب أو حالة صدام كما يحدث في ليبيا. لذلك أنا أعتقد بأن الأمريكيين سيحاولون الآن أن يقدمهم تنازلات الأطراف الخارجية، وبالتالي وسيدفعون كذلك الأطراف الداخلية الليبية إلى القبول كذلك بعمليات عملية تنازلات، سواء تعلق الأمر بخليفة حفتر أو تعلق الأمر كذلك بشخصية مثل كذلك دبيبة أو كذلك شخصية مثل حتى قد يقبلون حتى بوجود سيف الإسلام. أن عملية انتخابية بهذه الأطراف الثلاثة بخلال تنازلات وكذلك تنازلات أمريكية لصالح الأطراف الخارجين وعلى رأسهم روسيا يؤدي إلى توافق سياسي هش، وهذا يفضل لدى الأمريكيين على الوصول إلى الحالة السودانية اليوم. أشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معنا سيد صلاح القادري أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من الجزائر. كما أشكر ضيفي أيضا شكرا جزيلا المحلل السياسي سيد محمد بوسير الذي كان معنا عبر سكايب من واشنطن. الشكر موصول لضيفي عبر سكايب الذي كان معنا من اسطنبول مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السيد السوسي بسيكري. الشكر موصول لكم مشاهدين على طيب وكرم المتابعة، دائما دمتم بالخير.